السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على موضوع مهم جدا، وهو قضية الجزائر دولة غنية عندهم الغاز ما عندهمش الغاز. نعطيكم ترتيب هذا تاع الجزائر مع بين دول العالم، وهذا الترتيب هذا درته بريتش بتروليوم، هنا سورس بي بي، وهي شركة يعني ملتي ناسيونال معروفة في ميدان الغاز، عندها خبراء وعندها كثير من المحللين يعرفوا مليح الميدان هذا. وهنا الترتيب تاع اقوى الدول المصدره للغاز المميع، لو ال ان جي ولا جي ان ال، لو غاز ناتشورال ليكيفي. اذا نشوفوا هنا الترتيب هذا ندار في 2021، وهذا الترتيب حبيت نهضر عليه ونوريه لثلث اسباب. السبب الاول هو انه الترتيب هذا اذا يعطينا فكره عن التطوير نتاع الانتاج تاع الغاز ونتاع القدرات تاع التصديريه للغاز الجزائري، اللي هنايا نشوفوا انها راهي حوالي هنا الجزائر تصدر 16 مليار متر مكعب اذا في السنه، 16 مليار متر مكعب، واللي الان راهي تصدر حوالي 60 او 50 مليار متر مكعب في 2023. يعني قدرات تاع التصدير نتاع الغاز الجزائري تطورت بالنسبه ل 16 مليار هنا متر مكعب، هنا نشوفوا بليون كوبيك متر، يعني بالمليار المتر المكعب. اذا قارناها بالتصدير الحالي اللي راه حوالي 50 مليار متر مكعب، نشوف باللي كان فيه تطوير كبير من 16 الى 50 في سنه 2023. اذا هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي باش نوضح للجزائريين كذلك يعني الموقع نتاع الجزائر في ما يخص التصدير تاع الغاز. هل الجزائر دولة غازية ولا ماشي دولة غازية؟ لاحظ انه الجزائر ليست بالدولة الغازية التي يتكلمون عليها، حيث نلاحظ في الترتيب هذا ان الجزائر راهي يعني 1 2 3 4 5 6 7، في المرتبة السابعة، المرتبة السابعة من حيث التصدير تاع الغاز. اذا هذه ثاني ما الثروه تاع الجزائر الحقيقيه ما راهيش في الغاز. الثروه الحقيقيه اذا كان فيه تطور ونمو في الجزائر وتحسن للقدره الشرائيه وتحسن يعني لي بارامتر جلوبو، لي بارامتر نتاع التقييم الاقتصاديه، ومن ناحيه يعني الترتيب تاع الجزائر في التنميه البشريه وكذا، راجع الى الطاقة البشرية. الجزائر عندها طاقات بشرية لا يستهان بها، عندنا جامعات وعندنا عندنا قدرات بشرية رهيبة، وبرهنت على يعني قدرتها في كل دول العالم. الجزائر تصدر اطباء، تصدر مهندسين، تصدر يعني كثير من الاختصائيين ومخترعين في امريكا، في استراليا، في يعني هذا هي الثروه الحقيقيه نتاع الجزائر، ماهيش ثروه نتاع الغاز ولا البترول كما يدعي البعض. والنقطه الثالثه هذه جواب الى جيراننا في مملكه المغرب الاقصى الذين يتحججون بضعفهم امام الجزائر. يقول لك الجزائر دولة غنية، كل ما تبرهن لهم ولا تعطي لهم دليل على أنهم زريبة وعلى أن كل المعطيات الاقتصادية تاعهم ضعيفة أمام الجزائر، يتحججون بيقول لك أنتم دولة قوية، أنتم عندكم الغاز، إحنا ما عندناش الغاز. وين راه الغاز؟ وين راه؟ وين راه قطر؟ وين راه الولايات المتحدة؟ ويقارنوا الجزائر، يحاولوا يقارنوها بقطر. كثير من الجزائريين يحاولوا يقارنوا الجزائر بقطر،
الجزائر القطر عندها 3 ملايين غاشي، وحنا عندنا اكثر من 10 اضعاف نتاع الغاشي. يعني اذا كان الترتيب هنا راه حوالي 10 مرات من ناحيه التصدير تاع الغاز، اذا زدنا ضربناه في عدد، يعني خلينا بعين الاعتبار عدد نتاع السكان في قطر وفي الجزائر، تولي قطر 100 مرة، 10 في 10 أكثر يعني غناء من الجزائر. يا ناس، الجزائر ليست غنية بثرواتها الباطنية، حتى البترول نحتل في المرتبة العشرين من ناحية الإنتاج تاع البترول. صحيح أننا عندنا صادرات في الغاز والبترول، لكن عندما الصادرات تاعنا لا تقارن بالدول الغنية. الجزائر ليست غنية بثرواتها الباطنية، لازم يعرف الداني والقاسي، لازم يعرف أن ثروة الجزائر في أبنائها. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.